بكل ما أوتيته من خيانة تخليت عني أطلقني. كنت لك كم وكم كنت أنت لك لك الأرض كل الأرض عش ما استطعت واترك لي السماء. مستحيل. عم قلك شفتها بعيني. ايه بتكون وحدة بتشبهها. شو هالحكي؟ أنا بدي توه عن ربا. ماما مجنون يحكي وعائل يسمع، شو بده يجيب على البناية؟ مشان يقتلها سامر يعني؟ لا حبيبتي لا تخافي عليها، مهد الطريق لحالة من الظهر. كيف يعني مهد لحالة الطريق من الظهر؟ ماما عم تخبي علي؟ لك مو قصة تخباية، بس اتفقنا أنا ونائلة ما نجيب سيرة. لا هلا بتخبري ام امير وما بتخبريني لإلي؟ لك مو انا اللي خبرتها، هي خبرتني. ايه شو خبرتك؟ هذا يا ستي اجا للاستاذ سامر بوكي ورد ومعه رساله. الرساله من مين؟ من مين؟ من الست ربا، طالبه منه يسامحها ويقبل يرجعها. شو؟ مثل ما عم قلي. لوين رايح؟ شو لوين رايح؟ فايت. بس نحن مو هيك اتفقنا. لغا عاشو؟ انت قلت لي رجعي وبوعدك اتركك لحالك. ايه مزبوط، بس انه عن جد ما بدك يعني فهم؟ عن جد. يا ستي والله العظيم انت واحدة مجنونة. ونبهتك مني وقلت لك انك رح تندم. شو الحكمة بالله؟ أني حاببتك كتير. حلو كتير. صلاح كوني مرة سيئة وبهي الحالة مستحيل كون مع الرجال اللي بحبه ببيت واحد وما يصير بيني وبينه شيء. أول شيء أنت مالك مرة سيئة. بلا مرة سيئة، وأنا وأنت بنعرف هالشي من ساعتين زمان. ما كنا واقفين أنا وياك ورا الباب كنت متمنية موت بحضنك، وكان سامر عم بيفتح الباب، وعلى قد ما كنت خايفة على قد ما كنت مبسوطة. كنت كتير مبسوطة أنه آخر لحظة بحياتي رح تكون بحضنك. بس بتصدق من وقتها حسيت أنه ما رح يصير شيء. ليش بقى؟ يمكن تضحك، حسيت يعني انه بعد كل اللي مساويته بحياتي مستحيل الحياة تكافئني باني موت هيك موتة حلوة. صلاح انا ما بدي اكون سيئة معك، انا من حقي اني اجرب شي مرة كون بحضن الرجال اللي بحبه من دون ما احس بالذنب، من دون ما احس اني عم بعمل غلط او عم بأذي حدا، او في تاني يوم الصبح لاقي حالي ندمانة. مشان هيك عم قلك روح، مع انه يمكن هي اكتر ليلة انا بحاجتك فيها. طيب شو يعني هلا انا ضل ولا روح؟ ما بعرف. اذا بدك المره اللي تعرفت عليها هديك الليله وعجبتك كانت هربانه من بيت جوزها لانه اكتشف انها عم تخونه، حقني ناطرتك. وإذا بدك المرة اللي من شوي كان عندها استعداد تموت على إيدين جوزها بركي الموت بينظفها وعم تحاول تحب عن جد، روح صلاح، روح على بيتك ونام بتختك.
هلأ مثل مالي شايفك بعرف أني بدي أندم. تصبح على خير. لك أخي ما حدا معه مفتاح البيت غير أنا وياها. أول ما فتحت الباب وفتت شميت ريحتها. هلأ قبل ما أشوف الصور مخزقين ومشوقين حسيت بشي غريب، بس لما فتت على المطبخ وشفتهم مخزقين للصور مشوقين عرفت إنه كانت هون. طيب هي شو بده يجيبها؟ أنت تفقدت أغراضها أو وعيها صيغتها؟ كل شي مثل ما هو. مستحيل، ما بظن إنها تجي لهون إلا إذا في شي براسها. لتكون هي مخبية مصاري بشي قرنة وأنت ما عندك علم فيهم. كل الاحتمالات واردة. صحيح شو صار معكم بالكشف تبع الموبايل؟ على أساس بكرة اجتمع بموظف يخدمني فيها، بس المشكلة إنه شو؟ طلب مبلغ محرز. قديش يعني؟ خلاص سامر أنا بتصرف. لك قديش اللي بقى؟ 50,000. ايه مر بكرة خدهم. سامر صدقني يوف علينا، خلص صدقني وصدقني اتركني مشان الله، راسي رح يفلع فلع. أوف. شو عمر؟ بدك تنام؟ ايه والله بدي نام. ايه ماشي مثل ما بدك نام، تصبح على خير. انت من اهله لك. انت شو صاير لك؟ شو صاير لك؟ فهمني، بلك انت وين بتقلي؟ بدي نام، بجي بنام انا بتصير بتفيقني. لك هلا لا تلزقي بظهري، امبارح نزلتيني من صاص الليالي لحتى ادور على هالدرسانه، لقيتها واخذتها، رجعت على البيت لقيتك نايمه. يا لطيف على هديك الليله اللي قضيتها. شو دخلني انا؟ انت اللي تاخرت. لك حبيبتي مو تاخرت، لفيت البلد كلها لقيت الصيدليه المناوبه. بسيطه، اليوم ما بدي نزل على الصيدليه. ايوه لا بس يعني صعب هيك يومين ورا بعض، مكتوب بالرشيدة يستحسن الا تؤخذ الحبه مرتين ورا بعض. وليش لا يستحسن بالله؟ لانه يبدو انه لها مضاعفات. اها طيب جيب هالرشيدة لنقراها سوا. جيبها يلا. ها رح جيبها شهادتنا. انا حطيتها. تفضلي. تحية. وين نظارتك؟ شرفي تفضل. شو بين معك؟ بين كثير. بين انه تصبح على خير. بتعرفي انه انا اليوم تعاطفت كثير مع جارنا سامر؟ تصبحي على خير. سامر هذا الحكي ما بيجوز، وضعك باجتماع ما عجبني بنوب. شو يعني كبسة زر؟ مفكرين القصة سهلة كثير؟ لك لا لا ابدا، أنا قلت لك إنه القصة مصيبة، بس أنت هون بالشغل لك سامر، والكل فهم مني إنه مرتك دايرة بالشوارع مثل المجنونة. لا تخليهم يشمتوا فيك، لا تخليهم يحسوا إنك أنت خجلان باللي صار.
على أساس الشي اللي صار ما بيخجل؟ بس نحن اللي بنصنع الحقيقة هون لك سامر، نحن اللي بنكتب التاريخ، والتاريخ اللي كتبناه إنه هاي المخلوقة ما عم بتخلي وسيلة لحتى أنت ترجعها وأنت مالك رضيان. شوية وقت وبتنحل خلص. ماشي ماشي، هذا باب رزق لك سامر، باب رزق كلياتنا عايشين من خيره، بقى إذا ما كنا واعيين ومركزين منتاكل ومنضيع. خلص مثل ما بدك بصير، بكره حارجع مثل ما بتعرفني واحسن. وأنا ما بدي أكتر من هيك. هشام دير بالك على المحل. مرحبا ربا، شلوني؟ أنا ماشي حالي الله يخليك. هلأ بتتغدي معي ولا بتغدى لحالي؟ خلص ماشي، حجيب أكل وجيت عندك. ناطرتك، باي. سيدي نحن شو دخلنا بهي القصة؟ أنا من جواتي مسامحه للزلمة، هو معه بينسى. وبعدين دخلك حتى لو ما نسي بالناقص، يعني ما إنه كتير هداك رفيق اللي رح أزعل كتير على فراقه. إيه مزبوط. بس قلتك هلا وين بتكون أراضية؟ معقولة تكون مع رفيقك اللي حكيت لي عنه؟ لا لا، لأنه مرة اتصلت فيه قدامي وبالأخير سكر التليفون بوشها. شلون؟ اتصلت فيه؟ ايه شباك؟ لا بس كل الدنيا عم تحاول تتصل فيها وخطة مسكر. هي حكتهم الرقم جديد. والله طيب اذا اعتزنا له الرقم صاحبك بيعطينا اياه؟ شلون؟ بشو بدك تعتازه انت؟ انا دخلك بشو بدي اعتازه يعني؟ بس امير حكالي من يومين انه اخوه وائل متأزم كتير وقلقان عليها، حرام اختي بيطمن. ايه لو بدها كانت هي حكته. بجوز هي تكون مفكرته حاقد عليها مثل أخوها المجنون. كيف؟ مجنون؟ هلأ صار مجنون لأنه أخذ موقف منها؟ يعني هي اللي عملته صح؟ هلأ مو صديقك واحد من اللي بتعرفهم هي؟ ليش ما بتحاكمه لصديقك بنفس الطريقة؟ أخي بلا تنظير علي الله يرضى عليك، خدها قاعدة مني وجر، ما في شاب بتصح له بنت بتعرض حالها عليه وبيقول لا. بعدين ليش مني؟ منك وجر؟ ليك العاشقة الولهانة مع انك ما بتطيقها وفرتها؟ ايه بعدين صرت مطايقة، بعدين لما طلعت وحدة سئيلة ودبقة، بس بالاول لا. بعدين لعلمك لو كلامك مزبوط وما في واحد بيرفض اي وحدة بتعرض حالها عليه كنت ما لحقت انا. ايوه يا عم دخيله كازانوفا انا. لك لا مو هيك قصدي، بس يعني ما في اكتر من الهبل، يا دوب الواحد يلمع شوي على التلفزيون بتلاقي ألف وحدة من هدول اللي تموا عليه. هذا المهم اللي صاحبك بيعطينا الرقم ولا لا؟ ما بعرف، مو بالأول هو اللي يكون محتفظ بالرقم؟ بسألك يا
وسام وينك انت؟ شو صار معك بخصوص الكشف تبع الموبايل؟ لك الله وكيلك وعدين هي بهاليومين. خلاص شباب روي روي، يعني كمان الشغله مو بهالبساطه. لك شلون ما قبض؟ طبعا قبض، بس كانه هذا المدير المسؤول عن البيانات كمان بده يقبض. لا لا لانته صغيره يعني شغلت 10,000 مو اكثر. أنا منيح مشتاق لك. عن جد؟ إيه وأنا كمان اشتقت لك. ماشي حالي؟ لا لا ما في شيء. بصراحة في شغلة من الصبح بالمدرسة بدي أقول لك إياها بس خجلت. لا هو هيك يعني إنه ما بعرف ما بعرف خلص خلص بلاها. لا 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 تسأل. طيب يا سيدي مبارح حلمت فيك. ليك ليك أنا لازم سكر بحكي معك بعدين. إيه مساء الخير. أهلين ماما. مساء النور. شو آنسة؟ مع مين كنتي عم تحكي؟ مين هذا اللي مشتاقتي له وحلماني فيه مبارح؟ شو؟ شو هالحكي وليه؟ لك شو هالحكي وليه؟ شو هالحكي وليه؟ لكن حب وغرام وعم تشوفي لي اياه بمنامك. انا بربيك يا كلبي. ولا شو قاعد عم بعمل هون؟ امي مشان الله انا الرجال بهالبيت. انت الرجال؟ ايه انت الرجال على عيني وراسي. وانا امه. اسمع كلمه واحده ما رح ارجع عيدها. طول ما انا موجوده وعايشه ما حدا بيمد ايده على بنتي. عم تفهم؟ معلش يا حبيبتي أنا آسفة ما كان لازم أحكي قدامه. ماني متوقعة أنه يتصرف هيك. كنت فكرته واعي وبيفهم. هو أكيد واعي وبيفهم بس بهذا العمر الشباب يتأثروا ببعضهم كتير وبيخافوا من الحكي على بعضهم. هلأ المهم بدي إياك تصارحيني مين هذا اللي مشتقتي له. هاد شب معي بالمدرسة يعني عادي إنه رفيقي رفقات بيشتاقوا لبعض يعني ما بدل قصة كلها تحقيق. لا يا ماما ليش أنا هلأ عم حقق معك؟ أصلاً أنا اللي بحب علاقتي معك إنك أنتي بتعتبريني صديقتك واختك الكبيرة. بعرفوا هاد الباب تبع الأخوة والصداقة. لا لأنك ولا مرة حاولتي تفتحي هذا الباب وتشوفي شو في وراء. بس وقت اللي بيجي على بالك فيكي تفتحي وتفوتي حتى بدون ما تدقي بإيدك. وصدقيني صدقيني رح تشوفي اللي جوا ناطرك ومتلهف منك إنك تحكي كل شي وأي شي مو لسبب أبداً بس لأنه هذا اللي جوا يحبك. لك بنتي نفختيلي قلبي. ايه نفختيلي قلبي وانا عم اخذ واعطي معك فالج ولا تعارف. لك على شو شايفه حالك ورافعه مناخيرك؟ ها لك احمدي ربك اللي انت امين. مين تقدم لك؟
ليش هيك عم تحكي يا بي؟ ليش هيك عم تحكي مع البنت؟ شو صلاح افندي؟ ليكون بدك تعلمني الحكي على اخر هالامر؟ لا اعوذ بالله. بعدين انت مو هيك ربيتنا. انت ما بدك اياها تكون مبسوطه، ما بدك اياها تكون مرتاحه. هاي المخلوقه اذا بتتزوج هي جوازه يعني رايحه على الموت. بدك تبعتها على الموت انت؟ لا مشان الله، مشان الله، مشان الرسول. انت كان الجواز مثل الموت. لك هي جوازه انحسن من الموت يا ابي. اعتقوها للبنت. مرت ابي يقبرني جمالك حبيبتي، اعتقيها للمخلوقه. هي جوازه ما حتصير منيحه. ليه كيف عم تحدانا؟ لك انا هاي البنت بموت كرمالها، امي الله يرحمها وصتني بوصال قبل ما تموت، بعدين كان قلبها حاسس انه هيك عم يصير فيها. ليك صلاح، لا تطالعني عن طوري، انا كلمتي ما بتصير تنتين، وما بيتهنى ولا بيرتاح اللي بيعاند ابو صلاح، وهذا الكلام اللي عندي، وانت اول ما بيرجع من السفر بدك تتجوزيه ورجلك فوق رقبتك، وهذا الكلام اللي عندي، فهمتوا؟ غزالة اللي مرق. اسمعي شو بدي لك. اعطيني 24 ساعة وانا رح احل كل شيء، ماشي؟ ما بتثقي فيني انت. شلون؟ لك والله ما بعرف يا جهاد. ما عم اقول لك بدي اخذها على البيت لعندي. ما اخي ما بعرف ما بعرف. لك استنى استنى. اخي لا تاخذها ولا تجيبها. ليش؟ بصراحة يا صلاح أنا حابب أحكي معك بهالموضوع من زمان، بس يعني كنت عم أجل شوي لبين ما زبط أموري، بس طالما القصة صار فيها عريس وما عريس فما بقى تتأجل أبدا. وأنت كمان الله يصلحك يا رجل، معقول بدي أقول لك وصال وأنا بكون معك المرة الماضية وما بتقلي إنه في شيء؟ أخي أنا رايد أختك وصال على سنة الله ورسوله، بقى شو قلت؟ شبك؟ ليش اتضايقت؟ لا يا رجل استغربت، يعني هي قلك ما استغربت والله استغربت. انت يعني صاير حكي بينك وبينها شيء؟ لا اعوذ بالله. لا لا تقعد تعمل لي الحركات تبعها، تعرفني منيح انا كيف بفكر. انا بتمنى يكون صاير حديث بينك وبينها قبل ما تخطبها. هلا هو يعني بصراحة لك ايه جهاد شباب بصراحة ايه اخي، مرة مرقت لعندك على المحل وانت كنت مسكر، فانا ما يعني ما رضيت ان تروح قبل ما تفوت تشرب كاسة شاي عندي، بس اقسم بالله العظيم يا صلاح، اقسم بالله العظيم والله بيشهد على كلامي ما كان في شيء بنيتي. بس ما شاء الله عليك، شو هاد؟ لك ادب واخلاق وترباية ما شاء الله. هي ترباية الوالدة الله يرحمها. سيدي تعيش وتترحم. بقى شو قلت؟ هلا هيك على قعدة واحدة صرت رايدها؟ هلا هو بصراحة هو تعالينا لسه بصراحة وبمراحة. أخي جهاد اسمع لك، أعطيني إياهم دفعة واحدة مو بالقطارة حبيبي، تفضل. طيب ماشي مثل ما بدك. هلا هي مرقت لعندك على المحل أكثر من مرة، يعني ما بتذكر قديش بالضبط، مرة مرتين ثلاثة، وحضرتك كنت مسكر. حريشة الصدفة إنه ما بتمرق أختي على المحل وعلى الحارة إلا يوم التاني وقت أنا بكون مسكر. إيه شبك فيك شيء؟ كمل ولا شو؟ خلص ما في شيء، قعدنا حكينا مع بعض يعني، بس مو أكتر من هيك. بس بشرفي يا صلاح، بشرفي. أدب وأخلاق، إيه غيره. أخي هاي هي كل القصة، بقى شو قلت؟ لك شو بدي أقول يعني؟ يعني أنت شو بتتوقع مني إنه أنا أقول؟ لك جهاد أنت واحد مثل أخي يا رجل. لك أنت واحد طيب وكل الناس بتحكي بسمعتك وأخلاقك وأنا بتشرف. لك على راسي يا صلاح، على راسي. والله فكرتك نقرقت. لك لا بالعكس، انت بس عطيني يومين ثلاثة لحتى احكي بالموضوع وبرد لك خبر. مشي معلم، في زبون بده ياك بالمحل. زبون؟ لمين زبون؟ زبون بده يحلي. ايه بده يحلي. لا قصدي يلا سلام. روح عليه صلاح والله معه. ايه يعني هو منيح هاد الشاب؟ لك شو منيح، انا طاير عقلي، انا كنت عم فكر شو الحل. قام اجا هو وحكالي، بتعرفي كنت مفكر جيبها لهون؟ طبعاً البيت بيتك، أنت ما بتحب أنا بمشي. لك بلغ الهضة، أنا قلت لك ما بتتحركي من هون لحتى تخلص كل مشاكلك. أنا عم فكر جيبها لهون وأنت هون، لك خافي منها أنا بأمنها على روحي، يعني هي أكيد ما حتحكي لحدا. تعرف والله فكرة منيحة،
احسن ما ضل قاعده عم بتصفن بالحيطان لحالي. لك طولي بالك انت شبي بتفرج. يعني انت شو الفرج بالنسبه لإلك؟ على فرض انه الكل برد دمه وما عاد حدا بقى بده يقتلني وبدي اطلع من عندك لوين؟ اكيد مو لعند اهلي، يعني بستأجر بيت بعيش لحالي، هذا هو الفرج؟ ايوه. شو قصدك؟ شو عم تفكري انت؟ ولا شيء، بس يعني اكيد بدي اكمل حياتي وممكن اتزوج. ايه بتنبسط لي؟ بنبسط لك؟ كأنه ملغوم السؤال، يعني لا الايه منيحة ولا لا منيحة. بتعرفي شو، انا زلمة هيك ملخبط شوي وفعت بالحيط من قصة جوازة اختي، بس تخلص هالقصة اسأليني هي الاسئلة الفلسفة تبعك. طيب اوكي، يعني هو هاد الشبع عن جد منيح؟ هو ما في احسن من هيك، بياخد العقل عكسي تمام. شبهك؟ انه يعني منيح لانه عكسك تمام؟ لك لا مو هيك، بعدين ليش انا شبني؟ ما في مني، والله الحنية اللي بقلبي ما موجودة عند بشر. انا اللي بعرف ما في مرة وحدانية مقطوعة مكسورة اللي تحنحن عليها. عم تتمسخري يعني؟ طيب والله احكي لي كيف يعني عكسك؟ لك يعني ما بيشرب ما بيدخن، أبظنها أهمانه مقرب على مرة بعمره. ما بيقطع فرض، آدمي وحباب وطيب مع كل الناس. بهي عكسك؟ باللي قبله أنا كمان بالمعاملة ما في مني، بس أنا هاجم على الحياة، بحبها بحب عيشها بحب أنبسط فيها. هو آخذ الحياة من وجهة نظر تانية، يعني عكسي بكتير شغلات، بس نحنا اثنيناتنا مناح. طب شو بتتوقع يقول أبوك؟ أبو صلاح؟ مين مين؟ ما سمعت صلاح؟ جهاد، جهاد أبي، جهاد جاري. هذا اللي عم يدير محل صهرة جوز خالته؟ أيوة. لك هذا شو معه؟ شو بيحتكم؟ لك يا أبي الحمد لله وضعه منيح ومقتدر الزلمة، معقولة أحواله، وبعدين رح بعيشها لأختي أحسن عيشة. أحسن عيشة؟ شي ظريف والله. بعدين منين بيعرفها؟ يعني منين بده يعرفها أبي؟ شايفها عندي بالمحل. ليش عم تجي على المحل عندك؟ لا مو بالمحل، بالمحل يعني بتمرناح المحل، بطلع بشوفها بحكي معها كلمتين انا بالعاده وبتتيسر. لا بي لا لا، منين لوين وشو جاب لجاب؟ ايه فعلا شو جاب لجاب، والله معك حق يا ابو صلاح، شو جاب جهاد الادمي المحترم المدين لهذا الحرامي اللي انتو جايبينه؟ صلاح لا تحكي عن الرجال، الرجل صاحب دين وادمي وحاجج لبيت الله الحرام وكل سنه بزكي عن امواله. ماشي ابي ماشي امرك، أنا بقصد إنه جهاد أنسى عمره قريب من عمره، بعدين البنت على القليلة بتتقبله. هي هيك قالت لك؟ إيه هي هيك قالت لي. والله شيء حلو، عم تنقي تختار على كيفها. لك لا أبي مو هيك القصة، يعني هي المخلوقة يا دوب بتعرفه، بس هي بتقصد إنه هو يعني جهاد أنسب لإلها، أنسب بكتير. اترك لي هالموضوع هلا، اترك لي إياه لفكر فيه، بعدين بنحكي فيه. بالله هيك قال؟ والله هو هيك قال، بس انت لا تفرحي كتير لانه بتعرفي شو يعني يفكر؟ يعني بده يشاور للغزال. معناتها خربت. لا 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 خربت ولا شيء، لا تاكلي هم، طالما انا معك لا تخافي. ايه امي ايه تقبرني؟ ايه لا لا حكيته لا يكل لك فكر انت، لكن خليهم يقتلوا له راسه. انت صبور علي بس شوي، وقبل ما يرجع صاحبك من سفريته بيكون كل شيء نحل. يلا الله معك تقبرني. ويا على عيونك هذا مسحها، اشتغلي دبرة غلارتي. سلامات. اهلا اهلا مروان. لك صحيح قبل ما انسى، كل مره بقول بدي اسالك وبنسى، فيك تعطيني رقم ربا؟ ربا
مين ربا؟ لك يخرب بيت قلبك، حبيبة قلبك، جارتي سابقة. بتعرف متعود دلعها روبي، بنسى اسمها الأصلي مرات. هلا سيدي المهم تخدمنا هاي الخدمة وبتعطينا الرقم؟ لك هي حكت معي هالمرتين زمان، وآخر مرة كنت قدامك، وشي إنه خلصنا مساحة الرقم، ما شفتني؟ لا ولا ما شفتك، كيف بدي أشوفك يعني؟ والله هذا اللي صار. المهم أنت شو بدك فيه؟ إن شاء الله جوزة طالبه منك. لك لا تصور، بس في إلى أخ يعني جاني لحتى يسمع شو أخباره، قلنا بنخدمه هالخدمة. دخيلك شو خدوم؟ مين؟ شو بنا زياد؟ وصال وصال اخته لصلاح. لك انت مره شفت عندي بالمحل هون؟ سيدي على خير زياد؟ كأنه هالحكي مو طالع من قلبك. ها اخي اسمع، لك انت مالك غريب عني، صدقني يا زياد الجمال مو كل شيء. ها البنت ادب واخلاق وتربايه عاليه، بعدين هي البنت معترة ومرتبوها عم تتحكم فيها، مشان هيك ما بتشوفها عم تضحك، بس لما بتضحك بتكون أحلى بكتير. يا زلمة والله أنت فهمتني غلط، أنا مو هيك قصدي. السلام عليكم. أهلين أبو المجد. وعليكم السلام. أهلين أمجد، كيفك؟ الحمد لله. أنا كنت ماشي قبل ما تجي، يلا بالإذن. خلص بشرب عندك شيء وعنده شيء ثاني. ميت أهلا وسهلا فيك. السلام عليكم. بمزح معك يا زلمة غير مرة، شو مالك؟ مثل ما بدك بالإذن. شو مالهم على بعضه؟ شو بيعرفني يا زلمه بينقص من كل قصه؟ ثانية بس ثانية. تفضل. الو بشر. ايه كثير منيح، بس وينك عمي؟ بتقول لهم انه هذا السعر نهائي يعني محسوم. خلاص ما يوجعوا لنا قلبنا. ناطر منك تليفون. على راسي، الله معك. يا زلمه ما بعرف ليش معسل هالقصه هي. ايش هي؟ لك هذا بيت التصافي تبعنا ما كان يتأجر. بدي أسألك، هاي التصافي إيش معناها؟ اللي سنة ونص قاعد في سوريا ما سمعتش هاي الكلمة. ما راح تفهمها، لأنه أساساً هي مانا جملة أو مانا مفردة أصيلة باللغة، يعني هي هيك اختراع. هذا يا سيدي الوالد الله يرحمه كان عنده علاقات تجارية مع واحد تاني من رجال السوق، فأتوا بشراكات وقصص طويلة عريضة ما لك فيها. المهم لما أجوا بدي يصفوا الحسابات بيناتهم، أبي زاد له عليه شوية مصاري ما كان معه يدفع له، راح وكتب له البيت هذا اللي عم احكي لك عنه باسمه، يعني قيمته بتعادل تقريبا قيمه المبلغ اللي بده اياه. فهذا البيت صرنا ناجره وسميناه بناء عليه تصافي، يعني هو لانه هو فات حسابه. تصافي وصلي؟ وصلت يا زلمه، يعني بفهم من كلامك انكم انتم مستاكنين فيه؟ ما سكننا فيه لا. الله يا سيدي مش مشكله، الله بيهونها. بدي اسالك، ليش ماله جاد مش على بعضه؟ شو بيعرفني يا زلمه؟ عم يحكي لي انه بده يخطب اخته لصلاح. فيبدو انه حس علي انه الموضوع ما كتير عاجبني، قعد يسفقني محاضره عن الجمال انه مو هو كل شيء. غص بالك يا زلمه، طبعا الجمال مش كل شيء. يعني طبعا مزبوط، يعني انا بوافقك بالراي، بس هو فهمني غلط. احسن شيء هلا يروح يقول له لصلاح، هلا هذاك الثاني بينقرق مني. اه يا زلمه ما تعتلش هم، صلاح عقله كبير، انتوا اصحابه زي الاخوات. قولتك، يلا فوت نضيفك شيء. لا بدي اروح اتغدى وارتاح شوي وارجع على الشغل، بس حبيت اسلم عليك. على راسي ابو المجد. بالاذن. الله معك، مع السلامه. نعم جهاد. تجاب لجاب تقبرني، هذاك بيعيشها بعز ونعيم. وحتى لما نعرف من نادر انت شو بتشتغل صارت تجي افكار ما بعرف، يعني مثل كأنه بدهم ياخذوا المحل يلي جنبك ويفتحوه مثل قعدة ومطعم. لك شو عم تخربطي انت؟ شو عم تخربطي؟ لك شو المحل اللي قدامي ما له اصحاب؟ بعدين مين اللي قال لك انه اصحابه بدهم يبيعوه؟ تقبرني، ايه بيدفعوا لهم قرشين زيادة عن السوق، بيبيعوا وبينبسطوا. خزيت العين حولك، ما شاء الله كان صايرة محللة اقتصادية ولا تبع وول ستريت. شو قلت تقبرني؟ لا مو مهم، مو مهم، شغلة ما رح تفهمي بيها بكل حياتك. الله يسامحك، ليش أنا شو قلت؟ نادر، شو قالوا لك عني عم أبيعها بيع للبنت؟ أنا الله مفضل علي تأمرني بخيره، بس هي شغلتك انت وابنك، عم تعملوا لي اغراءات بشغلي، انا كل همي انه اعيشها منيح. اي تقبرني، ايه شو بدي احسن من هيك؟ واحد زنجيل وبيعيشها منين؟ بس والله كبير يا ام نادر، يعني شو بدنا نضحك على بعض؟ بس يعني
لو ما في غيره بدها تجوزه ورجلة فوق رقبتها، بس اجانا هذا مناسب اكثر. اكثر؟ انت لسه ما بتعرف شو الاملاك اللي عنده اياها ابو صابر وشو ناوي يكتب للمحروسه بنتك منها. لك بدي افهم على شو مستأتيني. اعمى قلبي بعيد عنك، هو شاف صورته وقال بده اياها. اعمى قلب منادر، لا تحكي عن وصال بنتي، وصال خط احمر. يا تقبرني، ليش انا شو حكيت غير يلي انت حكيته بلسانك؟ انا ابوها بلا من اودين، انا ابوها. اسفه لا تواخذني. المهم احكي لك شو الاملاك اللي عنده اياها ابو صابر وشو ناوي يكتب للمحروسه بنتك منها. احكي لي شو ناوي يكتب للمحروسه بنتي، احكي لي. بدي اكتب لها بيت، بتعرف قديش مساحته؟ 240 متر، كبير كثير. تعال شوف الفرشه اللي لك. اخي اطلع فيني، شلون ما مشي الحال؟ مو اخذ المبلغ اللي طلبه؟ بلا اخذه. طيب المدير مو رجع ابار؟ هلا انا بظن انه المشكله عند المدير. شو مشكلته بالله المدير؟ هو يمكن دري انه الموظف قابض اكثر منه، عم حرده معه بهي الشيء. طيب وين المشكله؟ بنجي بنعطي المدير نفس المبلغ اللي اخذه الموظف، يمشي الحال الملاك. بظن لك اخي ما بدي تظن. اللي بيمشي الحال لما ما بيمشي الحال. ولي عم تعلي صوتك علي؟ لا تكون مفكر بهالقرشين اللي دفعتهم بدك تزلني انت. لك مو القصد يا اخي، والله مو القصد، بس حط حالك مطرحي. اخي انا ما بدي احط حالي مطرح حدا. سيك هذا رقم الشاب بتحكي معه وبتتفق من راسك لراسه، لسه بيطلع فيني ومو عاجبه. لا تكون مفكر اخذ المصاري الي انا. لك انا لو كان معي مصاري ما بخليك تدفع ولا قرش، بس شو ساوي؟ هدي لا يطلع لك عرق بلا التعصيب. سيك اخذ الشيك بكره بتصرفه على وكيل. سيك مشان شو كلها؟ مشان تاخذ تاكسي سكارسا وتراقب الناس اللي بدي لك عليهم من بكره الصبح. ماشي. بمين بدنا نبلش؟ والله ما بعرف شو بدي لك. يا معاذ الكلب يا معتز الحقيقي، وعلى الاغلب معاذ الكلب. ابي صلاح من اخره ما في نصيب. وين الملح يا حلمي؟ وين الملح؟ يلا. ليش ابي ما في نصيب؟ ليش يا يعني؟ هيك ما في نصيب، انا بديت الاستخاره وهيك طلع معي، ما في نصيب. استخاره؟ ايه. ومين استخارت بالله؟ يا شو جاهل انت جاهل؟ بديت استخاره واستخرت رب العالمين، يعني مين بدي يستخير؟ شوف يا بي، دخيل اسمه رب العالمين، انت بتخاف منه مو هيك؟ ونعم بالله، طبعا. اختي تزوجت جهاد، تزوجت غير جهاد، انا والله ما دخل. بس حجي خالتي ان شاء الله بيقبرني جمالك، هذا عريس الغفله اللي جايبتي لنا اياه، لو على جستي اختي ما بتتزوجه منيح. شو صلاح عم تتحداني؟ انت بتعرف انه انا ما بيجي بهالاسلوب؟ لا اعوذ بالله يا ابي اني انا اتحداك. بس يعني المخلوقه عم بتقلك انه راح بتنتحر، راح بتموت اذا بتتزوج هي الجوازه، وانت قاعد عم تحكي لي باساليب وما اساليب يعني. ها؟ يعني بدها تنتحر؟ والله ما بعرف، انا ما حقعد استناها لحتى تنتحر يعني فكري. ايه امجاد اهلين. شو في؟ ايه تكرم عينك. لا لا خلص ثلاث ساعة بكون عندك انا. يلا مع السلامة. بس بدي اذكركم بشغلة، انه هي جوازة ما حتتم لو على جستي، ها ولا اقسم بالله بعمل عيل. ليه؟ قد يعمل عيل؟ شو قصته مع العيل؟ حبيبتي انا حكى معي رفيقي والظاهر انه وضعه صعب ومتأزم شوي، لازم اطلع اقعد انا وياه، بدي افهم شو صاير معه. بس انا بدي اقول لك انه انا بايدي بدي اخذك وجوزك لجهاد، عم تفهمي؟ بتقدر؟ انت لحالك بتقدري، كيف اذا بكون انا وانت؟ والله شغل لي بالي هالامجاد. انا بدي منك لا تخافي ولا شيء، طمني ما حيصير الا اللي بدك اياه. ماشي؟ تقبرني يا صلاح، تقبرني، الله يخلي لي اياك يا رب. يا حبيبتي يلا طيب يا حالك، باي. وانت كمان. هلا عدم مؤاخذه، حضرتك انت والمدام وثلاث اولاد عايشين بهذا البيت وبهيك مبلغ، العمه كيف ظابطه معك؟ هي مستوره والحمد لله، اللي برضى بيعيش. هي دخيلك على هيك عيشه؟
شو طالع بيدنا نساوي؟ سيدي اللي بده بيطلع بيده، بس اللي مطاطي راسه مثل حكايتك وقبلان الحظ بيهرب منه. وبدك الصراحة بهذا الزمان ما في أكثر من فرص، على قفا مين يشيل؟ الله وإيدك. والله إذا بتلاقي لنا شي وظيفة بعد الظهر ليظلوا المرة والأولاد يدعوا لك لنموت. وظيفة بعد الظهر؟ هاي فرصة يا ابن الحلال. شو أقول لك لكان؟ ربح لي ورقة يا نصيب؟ ولا هاي حيرتنا. كيف الفرصة لكان بتكون؟ رح أعطيك مثال. عندي واحد رفيقي من كم يوم عرف إنه مرته عم تخونه. ها؟ مركبت له قرون يعني. شو فيها شي بضحك؟ مقورن يعني مقورن، قرون ما قرون. لك حاجة تقول هالكلمة عيب عليك. شو بك معصب أستاذ؟ طول بالك. ماني معصب بس ما بيجوز، عم لك الرجال رفيقي. خلص أخي بنعتذر منك ومنه. الحاصله وقت عرفت مرته إنه كشفها هربت، صار يدور عليها. من يومين عرف وينها، رايح شاري قطعة سلاح ومفكر يقتلها.